خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا منى عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منى. صباح الفل عليك يا باسل. صباح الفل عليك يا شاذلي. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدينا. خلينا على طول نبتدي مع بعض في اسعار العملات الرسميه ونتعرف مع بعض على اخر الاسعار. الدولار الامريكي مسجل 18 جنيه 23 قرش للشراء، 18 جنيه 31 قرش للبيع. اليورو مسجل 18 جنيه 99 قرش للشراء، 19 جنيه و8 قروش للبيع. الجنيه الاسترليني مسجل 22 جنيه 33 قرش للشراء و22 جنيه 45 قرش للبيع. الفرنك السويسري مسجل 18 جنيه 12 قرش للشراء و18 جنيه 22 قرش للبيع. الريال السعودي مسجل 4 جنيه 86 قرش للشراء، 4 جنيه 88 قرش للبيع. الدينار الكويتي 59 جنيه 27 قرش للشراء، 59 جنيه 71 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي مسجل 4 جنيه 96 قرش للشراء، 4 جنيه 98 قرش للبيع. واليوان الصيني مسجل 2 جنيه 68 قرش للشراء، 2 جنيه 69 قرش للبيع. بالنسبة بقى لمتوسط أسعار الذهب، فمعانا متوسط الأسعار. عيار 18 الجرام بيسجل 921 جنيه، عيار 21 بيسجل الجرام 1075 جنيه، وعيار 24 الجرام بيسجل 1229 جنيه، أما جنيه الذهب بيسجل 8600 جنيه. بالنسبة بقى لكل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش وبيستعدوا عشان ينزلوا عايزين يعرفوا هيلبسوا ايه، هنستعرض معاهم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والنهاردة هتكون في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان هنلاقي نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.